وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ كوب 27، وتستمر فعالية القمة خلال الفترة من 7 حتى 18 من نوفمبر بحضور عدد من رؤساء دول العالم ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40,000 مشارك يمثلون حوالي 190 دولة وعشرة المنظمات الدولية والإقليمية. شاركت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من مشرعي الكونغرس في مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث قدموا توضيحات بشأن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة التغير المناخي. وأشار الوفد الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إلى رصد أكثر من 3 مليارات دولار في مجلس النواب خلال هذا العام لدعم الجهود في مجال المناخ، موضحين أن الولايات المتحدة ستستمر باحترام كل التزاماتها الدولية لمواجهة التغير المناخي. كما أوضح أعضاء الكونغرس سعي واشنطن لاستخدام كل المحفزات السياسية والضريبية الممكنة للتشجيع على مواجهة تغير المناخ. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن منطقة خيرسون هي كيان تابع لروسيا الاتحادية، وتم ترسيخ ذلك في نصوص قانونية. وأكد بيسكوف في إحاطة صحفية أن انسحاب قوة بلاده من المنطقة لن يغير أي شيء. في المقابل أكد عضو في مجلس خرسون الإقليمي الموالي لكييف أن خرسون بات تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل شبه كامل، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة السيطرة على 41 منطقة في خرسون. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أحبطت محاولة هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات وقضت على نحو 300 مسلح، كما تم إسقاط مروحية و7 مسيرات أوكرانية. وأشار المتحدث باسم الوزراء إيغور كوناشينكوف إلى تدمير 32 صاروخ مارس أمريكي الصنع كان بحوزة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 5 صواريخ أخرى مضادة للرادار. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 4% بعد قفزة في حالة الإصابة بكورونا في الصين أكبر مستورد للنفط، مما يهدد بضعف الطلب على الوقود. وصعدت العقود الأجل الخام برنت 23 سنتا مسجلة 93 دولارا و80 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتصل إلى 86 دولارا و75 سنتا للبرميل. عقدت مؤسسة حياة كريمة حوارا مجتمعيا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة لتوعية المواطنين بجهود المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور أكثر من 1500 مواطن وممثلين لجميع فئات المجتمع. وتناول الحوار تبادل الرؤى والمقترحات بين أعضاء المؤسسة والمواطنين حول الأعمال المقرر تنفيذها بقرى مركز إيتاي البارود خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والوقوف على أبرز المشكلات والمعوقات التي يواجه المواطنين في هذه القرى والتي تتعلق بأعمال البنية التحتية والخدمة العامة بها.